من قبل المركز الثاني، هنالك الانطلاق من قبل الريم، سلطان بن سعود بن نواف السعيد مع المركز الثاني. المركز الثالث غاية لحمد بن جار الله البريدي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا شعار بن جبران القادم بكل قوة بتحديات ومنافسات الشايبة، جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك شهلولة لصالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة يتقدم مع خامس المراكز على التسلل والحضور من قبل بشاير، جمعة بن مطر بن غمان بن عبيد النعيمي. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط بعد أن أتمنى النداء للخمس المراكز الأولى، الخمس النجوم. نعود مع عنيدة على المركز الأول بشعار الزبداني باحثة عن السيارة، باحثة عن الانتصار الكبير لتهديه إلى أهالي المملكة مع حضور وانطلاقة عنيدة على المركز الأول. المركز الثاني هنالك تحديات الريم، سلطان بن سعود بن نواف السعيد يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث أرأر الحضور والانطلاق من قبل الشايبة، جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري حاضر مع ثالث المراكز وعلى رأسها علامة الجودة، تتقدم هنا بشعار بن جبران مع ثالث المراكز. المركز الرابع على الحضور من رسم حمد بن حزان بن قرح يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس ذوق مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي مع خامس المراكز. ولكن نعود مع أهالي المملكة مع مقدمة الشوط، الزبداني لا زال مسيطرا على صدارة هذا الشوط مع عنيدة على المركز الأول، بن جبران يتواجد مع المركز الثاني. أرى هنا انطلاقة الشايبة على المركز الثاني. المركز الثالث رسم قادمة بكل قوة مع المركز الثالث، حمد بن حزام بن راشد بن قرح مع ثالث المراكز. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، يا منافسين يا متحديين أهالي المملكة مع الصدارة ومع المقدمة. عنيدة مع صدارة هذا الشوط مع انطلاقة ومنافسة سالم بن ناصر بن فهد والزبدان. ولكن رسم مع المركز الثاني بانطلاقة ذاتية بتحدي مثير مع حمد بن حزام بن راشد بن قرح، تتقدم إلى المركز الأول باحثة عن السيارة مع انطلاقة بن قرح. أهالي الشحانية، الله الله، المنافسة والتحدي ما بين رسم وما بين عنيدة السيارة. ولكن رسم تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول. حمد بن حسام بن قرح يتقدم مع المركز الأول، الزبداني يحاول مع عنيدة على المركز الثاني. ولكن رسم مع السيارة مع الانتصار مع الزعفران. سلام أهالي ميدان الشحانية، سلام وسلام، رسم سلام، تهانينا والناموس لحمد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح لحصول رسم على المركز الأول، تهانينا. وإذ يبرك المركز الثاني سالم بن ناصر بن فهد الزبدان مع عنيدة، وثالث المراكز الشايبة لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، وبقية المراكز نتركها للجنة الخط والتحكيم، تهانينا. وألف مبروك لحمد بن حزام المري لحصول رسم على السيارة، تهانينا وألف مبروك.
بالفعل مشاهدينا الكرام، نبارك ونهنئ حقيقة جميع إخواني المشاركين على هذه السباقات لدولة الكويت من سباقات الهجن، وكذلك أيضا مع هذه المشاركة. أبو راشد، اليوم طبعا النقاط وكذلك أيضا الفوز وكذلك أيضا الانتصارات مع جوائز السيارات نشوف اليوم، والنتيجة عندك أبو راشد على مجريات شوطنا الثامن. الشوط السابع أبو مبارك هذا السابع؟ أي شوط أو الثامن طال عمرك؟ الثامن شوط بكار. نعم نعم إيه؟ نعم حقائق بكار.